أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين رؤساء جدد لجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا حيث تم تعيين معالي نور الكعبي رئيسة لجامعة زايد ومعالي ناصر الهاملي رئيسا لمجمع كليات التقنية العليا ومعالي سعيد غباش رئيسا أعلى لجامعة الإمارات وتأتي هذه الخطوة تحقيقا للأهداف المستقبلية لدولة الإمارات الذي يتطلب إحداث تغيير في منظومة التعليم العالي